انتقادات واسعة تعرض لها السيد والي جنوب دارفور المهندس آدم الفكي على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه قبل تبرعات من أطفال شغالين في الدرداقات في سوق نيالة تبرعوا للدورة المدرسية. قالوا كيف الوالي يستقبل أطفال بيعملوا في ظروف صعبة تجرم هالقوانين؟ وقيل كذلك أنه بدل من يجتهد ليعيدهم إلى الفصول الدراسية استلم منهم التبرع وتركهم يواصلون عملهم. سيد الوالي مهندس آدم الفكي، مرحب بك، كيف تعلق على كل هذا الجدل؟ أول حاجة أفضل أن أعلق على الجدل، خلينا نحكي لك الواقع. نعم تفضل. بعد ما نحكي الواقع بعدين الناس يعلقوا. أنا كنت في الاستاد، جو الناس باللغوني أن في حكاية 200 طفل أو أولاد في أعمار مختلفة، وحدين في سنة العالي وحدين في الأزهر، ساقين درداقات جاءوا من الحكومة فقالوا دايرين للوالي. بالشيء تعرفي السلام عليكم. عليكم السلام. شنو قالوا؟ الله نحن طلاب وتلاميذ، يوم الجمعة ويوم السبت نجي نشتغل في السوق. الجمعة والسبت؟ جمعة والسبت. وهم جونا يوم السبت تشتغلوا ليه؟ والله ما طلع مصاريفنا بتاعت الأسبوع. تشتغلوا شنو؟ قالوا والله في جهات السوق عندها درداقات، تجي السوق درداقة تمشي تشتغل بها نهاية اليوم تجارة بكم بيأجروا بكم أنا ما عارفة، تجي تسوي الدرداقة وتشيل باقي قروشك. ونحن والله في أثناء الشغل ده قررنا أنه نساهم للدورة المدرسية. واشتغلنا الكلام ده لنا قريب شهرين شغالين فيه. مصطقطع حبة حبة جوعنا 1000 جنيه. ونحن افتكر الدورة المدرسية قضية قومية. نحن قد ما يكون عندنا قروش لكن دايرين من شغلنا بتاع الجمعة والسبت نساهم. أنا كان عندي حالتين، يا أستلم القروش وأرفع معنوياته، يا ما أستلم القروش ودي يبقى عندها كيل شديد جدا جدا، أن هم ناس جو دارين يساهموا مع الدولة ويخرجوا المدرسة الدورة المدرسية الأكاديمية المجتمعية ما تاخد وراها. دولهم دخلوا 1000 جنيه عندهم، أنتوا بتقروا في المدرسة أنا ما بتقروا، قال لهم لك تشتغلوا 200، قال والله نحن نشتغل يوم السبت ويوم الجمعة. ترى والله كذلك لو كنا في عمرنا كنا نشتغل. أنا نمشي زراعة، نشتغل طلبة وبيان الله يشيك بها. والإشادة الثانية رغم أنه أنتم تلقطوا مصاريف شعرين بهم البلد وجيتوا دارين تساهموا في الدورة المدرسية كذب لكم. بعدين وزير التربية والتعليم، يا سيد الوزير الطلبة دي سجلوا إذا بيبروا في مدارس حكومية أي دول أعفاه من أي رسوم مقروضة على كل طالب وجزء المدرسة. لطوا ثلاثة أربعة يعني نحن نقرأ مدارس خاصة. قلنا لهم الله يدخلوا في مدارس خاصة شوف مدارسهم وين أدفع لهم رسوم. قال لي والله سيد الوالي نحن مبسوطين جدا دارنا نصور معك. قلت لهم جدا. صوروا معي وقال لي جنيه حقتهم خلوه فاتوا. قبل أن جو في التاج الشاهي، قبل أن جو نصال بعمر الأصايل، بعد بكرة حيجوا ناس الورنيش، بعد بكرة حيجوا ناس الحمالين في السوق. قضية في شو؟ أنا حقيقة ما متابع في الأصايل لكن أنا ما شايف أنه دي قضية، لكن إذا قال في ناس طالبوك حتى بالاستغالة يعني اعتبروها تقنين لجريمة عمالة الأطفال والطلبة دي كانوا في المدارس. أخي الكريم خميس الجمعة ما في مدرسة. ما سامعك سيد الوالي. خميس الجمعة ما في مدرسة. خميس الجمعة ولا جمعة وسبت؟ الجمعة وسبت أقصد ما في مدرسة. ومن حق أي الجمعة وسبت دار يشتغل يعني. ممكن يمشي زراعة، ما في ناس تصحى جمعة وسبت يمشي زراعة مع أهله. في ناس جمعة وسبت يمشي يشتغل عمال في مزارع برا. ودحين السودان كله كذا، كلنا كنا شغالين. جديد شنو؟ عمالة الأطفال. نعم. في ناس بيتكلموا عن أنه عمالة الأطفال يعني أمر مرفوض. لول يوم سبت يوم سبت الجمعة دار يشتغل يطلع مصاريف. أنت ولا ما تشتغل؟ طيب السيد الوالي برضو النظرة الأخرى أنه يعني برضو فهم من هذا الأمر يعني أنه كأنما الولاية يعني الموضوع ده مكلف وهي ذاتها قاعدة تستقبل في التبرعات. الموضوع ده لزوم أخي الكريم، الموضوع نحن مرتب تماما. ما عندنا مشكلة بتاع قروش. الدور المدرسية دار لها 50-60 مليار، شنو 1000 جنيه ما عندها معنى.
لكن احنا الدور المدرسي ده نعالج بها قضيه اساسيه. ولايه جنوب دارفور ولايه كانت فيها حرب، كانت فيها اشكاليات امنيه، كان فيها صراع قبلي. نحن دارين عبر الدور المدرسي ندمج المجتمع مع بعض. درداقات على محمالين، على ستات شاهي، على اداره اهليه، كل هذه الجو ساهم. ودي القضيه الوحيده تنطلق باب الناس والدور المدرسي اذا ما حققت لنا ان نطلع الناس من قضيه الحرب الى قضيه السلام. ودمجت المجتمع فيما بعضه تبقى نحن والمجتمع جاي من خارج ولاية إن كان المجتمع كله متكافل ومجتمع وقاد. والآن عندنا قريب 600 مبادرة رجعنا الأحياء، مبادرة ستات شاي، مبادرة السيد الوالي مبادرة عذرا للمقاطعة، لكن قد يقول البعض أنه 50 مليار ما مبلغ ساهل، لو تم توجيهه ثم توجيهه لقضايا كثيرة يعني بتهم المواطنين ربما كان الأفضل. لا، دور المدرسية شو قومي ده مش عمتها. دور المدرسية دور لا في جنوب دارفور هذا عمل قومي. سنة جاي بودولة ولاية تانية. القروش بتلتزم بها المركز ولا الولاية؟ القروش الولاية بتلتزم، المركز بتلتزم، كله عندي التزامات. لكن ماذا حققت الدور المدرسية للولاية؟ حققت فضائية نيابة. الآن حتنطلق يوم 15 شهر 9. ماذا حققت؟ حققت استاد بشيل 25 ألف متفرج. ماذا حققت؟ حققت كهرباء فيها 36 ميجاوات. ماذا حققت؟ حققت اثنين مسرح موجودين. ماذا حققت؟ حققت 32 كيلو بتاعت أسفل. دي كلها مشروعات دورة مدرسية. ده كله دعمل دعمل للدورة المدرسية في الولاية. دعمل للدورة المدرسية في الولاية. من قبل المركز؟ من قبل المركز ومن قبل الولاية كلنا مساهمين. صيانة أكثر من 35 مدرسة، عمل أكثر من 50 مسرح في المدارس، عمل أكثر من 35 مدرسة في إدارة مياه. شنو يعني ما حاجة هذه؟ طيب يعني يا سيد الوالي لا ترى يعني لهذا الجدل أي معنى يعني؟ والله أنا لا قريت ولا قاعد أقرأ جرايد ولا قاعد أقرأ خطاب. إحنا عندنا دور مدرسية شغالين فيها، عندها أهداف، اشتغل في أهدافها نحققها، نحقق أمن، استقرار، سلام، دمج مجتمع، فعالية المجتمع تشارك معنا. حتى قال يقول ذلك أنا ما عندي شغل والله. يعني الرأي العام برضه مهم؟ ما عندي. الرأي العام مهم يعني الناس برضه بيشوفوا. يا وين احنا انت إذا عندك معركة كبرى أي ذخيرة جانبية لو دارت تلتفت لا ما بتصل أحسن نشتغل معركتنا بتاع الدور المدرسي ونشوف هنا قدام. شكرا لك المهندس هذا بن فتي والي جنوب دارفور، شكرا جزيلا.